FM. الكلمة ليك. رئيس الحكومة عنده صلاحيات، صلاحيات هذه يعطيها له الدستور، ما يعطيها لهش نداء تونس. وسيد رئيس الحكومة قاعد يتصرف وفق صلاحيات اللي جات في الدستور. لكن الشيء اللي نجم نأكده لك، هذه يكلموا في بعضهم كل ساعة ولا كل نهار ولا كل جمعة، هذا ربما ما عندوش أهمية. اللي نجم نأكده لك حركة نداء تونس، وأن حكومة يوسف الشاهد تحظى بدعم كامل وشامل ولا مشروط من نداء تونس. الكلمة ليك.